يقول مر معنا أن الذبح لغير الله على وجه التقرب شرك، فهل لا بد أن يكون على وجه التقرب ليكون شركا؟ نعم، إذا كان ما هو على وجه التقرب وإنما للضيافة، يذبح له للضيافة وإكرامه، ما هو هذا على وجه التقرب، هذه ضيافة. نعم، فضيلة الشيخ تذبحها وتصدق بلحمة، هذه عبادة هذا. نعم،